بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللبشة أو الرفد بيكون عندنا قاعدة واحدة فيها الكثير من الأعمدة. القاعدة دي الأعمدة اللي بيكون موجود فيها بتكون ضاغطة على التربة، والتربة بيكون ليها رد فعل. طبعا البلاطة دي بتكون حاملة للأعمدة بالشكل ده، وبسبب ضغط الأعمدة ده على التربة بيكون التربة ليها رد فعل بيكون موجود في المنتصف العلوي، فبيكون ده شكل المومنت اللي بيكون عندنا. فبيكون عندنا هنا دي مناطق الشد اللي احنا محتاجين ان احنا نحط فيها الحديد الاضافي اللي بيكون موجود في اللبشه. فالحديد الاضافي بيكون موجود اسفل الاعمده في الشبكه السفليه، وفي منتصف البحر في الشبكه العلويه. والشبكه العلويه بالنسبه لنا بتكون هي اهم عنصر موجود عندنا، لان رد فعل التربه بيكون كبير جدا بسبب الاحمال اللي واقع عليها، بسبب احمال المبنى الكبيره جدا وقع على التربه. يبقى الحديد الاضافي في منتصف البحر العلوي وعند الاعمده او الركائز سفلي. ولما بيكون عندنا وصلات، لان المساحه بتاعت اللبشه بتكون كبيره، فبنضطر نعمل الوصلات في اماكن الضغط بحيث انها تكون في منتصف البحر السفلي وعند الركيزه السفلي، تكون في منطقه الضغط بعيد عن منطقه الشد. ووصله الشد بتكون 65 فاي او 1 متر ايهم اكبر. بكده نكون هنا موضوعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.